شهد الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة للدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والقطاعين العام والخاص، وكذلك أعضاء الوفود والمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لعمليات الإطفاء والذي عقد في مملكة البحرين. بهذه المناسبة أشاد معالي الوزير بالجهود والتضحيات التي يقدمها رجال الدفاع المدني في مجال صون الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة، معربا عن اعتزازه بأدائهم المهني وسرعة الاستجابة والتزامهم بأعلى درجات الاستعداد والجاهزية، وهو أمر محل تقدير من كافة أفراد المجتمع. وأشار إلى أن هذا الأداء المتميز يعكس ما يتمتع به رجال الدفاع المدني من إحساس بالمسؤولية الوطنية والتي تتطلب التضحية من أجل إنقاذ وسلامة الآخرين، منوها إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطوير الدفاع المدني ومواكبة التوسع العمراني في مملكة البحرين، في الوقت ذاته اتخاذ الاستعدادات المسبقة لمواجهة أي حدث في المستقبل، وهو ما يقتضي تعزيز القدرات النوعية وتطوير عملية التدريب. من جهته ألقى نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لدعم معالي الوزير للدفاع المدني لمواكبة كل ما هو حديث في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بهدف تقديم أفضل الخدمات. أوضح أن الإدارة العامة للدفاع المدني تعمل على تفعيل شعار اليوم العالمي للدفاع المدني سلامة الأطفال مسؤوليتنا من خلال العديد من الأنشطة لرفع مستوى الوعي بمفاهيم الدفاع المدني لدى كافة شرائح المجتمع، مضيفا أنه انطلاقا من واجبات الدفاع المدني وطبيعة الحوادث التي يتم التعامل معها تم الإعداد لبطولة تحدي رجال الإطفاء بهدف غرس روح التحدي والصبر في نفوس رجال الدفاع المدني. بعد ذلك بدأت تصفيات بطولة تحدي رجال الإطفاء والتي تعكس جانبا من جهود رجال الدفاع المدني ويشارك فيها قطاعات السلامة في عدد من الشركات الكبرى. في ختام الاحتفال قام معالي الوزير بتكريم عدد من شركاء الدفاع المدني من الرعاة والشخصيات الداعمة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من ضباط وأفراد الدفاع المدني الذين قدموا خدمات متميزة في مجالات الإنقاذ ومكافحة الحرائق، حيث أعرب معاليه عن شكره وتقديره لهم على ما يقدمونه من جهود مخلصة، متمنيا للجميع مزيدا من التوفيق والنجاح. يأتي الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق الأول من مارس من كل عام ليمثل حلقة إضافية في جهود التوعية والتواصل مع كافة فئات المجتمع باعتبارها السبيل الأمثل لتعزيز السلامة العامة لدى المواطنين والمقيمين. وفي هذا الإطار حددت المنظمة الدولية للحماية المدنية شعار سلامة الأطفال مسؤوليتنا ليكون شعاراً لهذا اليوم العالمي في عام 2019. طبعا شعار اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 هو سلامة الأطفال مسؤوليتنا، وهذا الشعار لهذا العام يحمل في طياته الكثير.
وينشق هذا الشعار إلى شقين، حماية الأطفال والمسؤولية، والمسؤولية تقع على عاتق اللي هما أرباب البيوت، المعلمين، رواد الطرق، من السواق، فالكل مسؤول في المجتمع لحماية هذا الطفل. بالنسبة للحملات التوعوية اللي تقوم فيها الإدارة العامة للدفاع المدني، فهناك الكثير اللي تقوم فيه هذه الإدارة، وخاصة بالمشاركات في المحافل الوطنية والخاصة اللي تقام عن طريق القطاع الخاص والجمعيات، بالإضافة إلى العمل التوعوي اللي تقوم فيه هذه الإدارة وبالشراكة المجتمعية. هناك تنسيق بين الإدارة ووزارة التربية والتعليم بالإلقاء محاضرات توعوية تخص المدارس وأيضا رياض الأطفال لتركيز الأمور التوعوية والتركيز على سلامة الأطفال ونشر الرسالة التوعوية للحفاظ على سلامتهم داخل المنشآت المدرسية وأيضا في المنازل. يحمل شعار هذا العام الكثير من الرسائل، فالشراكة المجتمعية لها دور مهم في نشر مضامين ومعاني السلامة العامة للأطفال وكذلك بقية أفراد المجتمع في مجال الوقاية من المخاطر والحد منها، وهو أمر يتم عبر منظومة متقدمة من الشراكة بين الدفاع المدني وكافة المدارس في مملكة البحرين. طبعا في البداية إدارة الدفاع المدني مشكورة، طبعا تنفذ كل عام دراسي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العديد من الورش والمحاضرات داخل المدارس، تسعى إلى نشر ثقافة التوعية والسلامة سواء كانت داخل المدارس أو خارجها، ذلك من خلال عديد من المحاضرات مثل سلامة داخل المنزل، سلامة داخل المدارس، محاضرة الأخلاق اللي تقوم فيها إدارة الدفاع المدني بالتعاون مع إدارات المدارس وتنفذها كل عام دراسي في جميع مدارس مملكة البحرين، وطبعا تهدف إلى نشر ثقافة التوعية بالسلامة وكيفية استخدام أدوات السلامة بشكل صحيح. طبعا مثل هذه الأمور لها مردود كبير في نشر ثقافة السلامة والتوعية للطالبات وأولياء الأمور، اللي تحرص إدارة المدارس على مشاركة ولي الأمر في مثل هذه الفعاليات والأنشطة. تبقى السلامة مسؤولية مشتركة، فالنصائح والإرشادات وعملية التوعية تتطلب التجاوب والالتزام والابتعاد عن المخاطر، فضلاً عن كون السلامة العامة أحد العناصر الرئيسية في عملية التنمية المستدامة وحماية المجتمع، مع خالص تمنياتنا بالسلامة للجميع.